ونتحول الآن إلى الشأن الاقتصادي في هذه النشرة. مع الاقتصاد نتحول إلى ميرنا إيهاب، تفضلي بك. شكرا إيمان، شكرا سحر، والآن مشاهدينا جولة اقتصادية جديدة محليا وعالميا. قال رئيس وزراء الإمارات محمد بن راشد المكتوم إن دولة الإمارات ستنشئ وزارة للاستثمار، وأضاف رئيس وزراء الإمارات أن هدف الوزارة الجديد تطوير الرؤية الاستثمارية للدولة وتحفيز البيئة الاستثمارية داخليا وتعزيز تنافسية الإجراءات والتشريعات بشكل مستمر لضمان بقاء الدولة وجهة عالمية للاستثمار وفاعلا رئيسيا في حركة الاستثمارات العالمية. أعلنت السعودية وروسيا أكبر مصدرين للنفط في العالم عن تخفيضات في الإنتاج والصادرات دفعت أسعار الخام إلى الارتفاع على الرغم من مخاوف التباطؤ الاقتصادي العالمي واحتمالات رفع مجلس الاحتياطي للتحدي الأمريكي أسعار الفائدة. وأكدت السعودية أنها ستمدد خفضها الطوعي لإنتاج النفط بمقدار مليون برميل يوميا لشهر آخر ليشمل أغسطس، وأن الخفض الطوعي قد يمتد إلى ما بعد ذلك. وبعد إعلان السعودية بقليل، قال نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك أن بلاده ستخفض صادراتها النفطية بنحو 500,000 برميل يوميا في شهر أغسطس المقبل. في أسواق البترول العالمية ارتفعت أسعار النفط بعد أن أعلنت السعودية أكبر مصدر للنفط في العالم تمديد الخفض الطوعي للإنتاج ليشمل شهر أغسطس، مما بدد تأثير المخاوف من تباطؤ الاقتصاد العالمي واحتمالات رفع البنك الفيدرالي الأمريكي لأسعار الفائدة. وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت القياسي بنسبة تقدر ب 19% إلى 75.55 دولار، كما صعد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنسبة 2% إلى 70.78 دولار للبرميل، وانخفضت أسعار المازوت عالميا بنسبة 67% لتصل إلى 2.43 دولار للتر، كما انخفضت أسعار الغاز الطبيعي بنسبة تقدر ب 3.32% لتسجل 2.71 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية. أعلنت الهند أن مصافي التكرير لديها بدأت دفع ثمن بعض واردات النفط من روسيا باليوان الصيني، حيث ألجأت العقوبات الغربية موسكو وعملائها لإيجاد بدائل للدولار لتسوية المدفوعات. وأدت العقوبات الغربية بعد العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا إلى تحول تدفقات التجارة العالمية لأكبر صادرات موسكو وهو النفط، مع بروز الهند كأكبر مشتر للنفط الروسي المنقول بحرا، كما تحولت الصين إلى اليوان في معظم وارداتها من الطاقة من روسيا. ذكرت صحيفة فاينانشال تايمز البريطانية أن الاتحاد الأوروبي يدرس مقترحاً للبنك الزراعي الروسي لإنشاء شركة فرعية تتيح له إعادة الاتصال بالشبكة المالية العالمية كوسيلة لترضية موسكو. وقالت الصحيفة أنه في ظل خضوع البنك العقوبات تستهدف هذه الخطوة حماية اتفاق تصدير الحبوب عبر موانئ البحر الأسود التي تتيح لأوكرانيا تصدير الغذاء إلى الأسواق العالمية. وتأتي هذه الخطوة بعدما قالت روسيا الأسبوع الماضي أنها لا ترى أي سبب لتمديد اتفاق تصدير الحبوب إلى ما بعد 17 من يوليو. نما نشاط التصنيع في الصين بوتيرة أبطأ من المتوقع في يونيو، إذ أصبحت الشركات أكثر حذراً بشأن توقعات الإنتاج. ووصل مؤشر كاكسن مدير مشتريات قطاع الصناعات التحويلية إلى 50.5 نقطة للشهر الماضي، منخفضاً من 50.9 في مايو، حيث يمثل مستوى 50 نقطة الحد الفاصل بين النمو والانكماش. وتشير البيانات إلى أن الانتعاش الاقتصادي في الصين أخذ في التباطؤ.
انتهت أخبار الاقتصاد، والعودة إليكم مرة أخرى سحر وإيمان. شكرا لك ميرنا إيهاب.